ارحبوا 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 مليون الشيخ معاوني تعبان امحق والله يا رجال هذا المعاوني يا شيخ الله يطول عمرك نبي اسطوانه غاز الشيخ ما مواضيع ما بس اسطوانه الغاز اسمح لي احتفظ يشرفني شلون الشيخ في الامور الكايده حبيبي حبيبي يا تطبق شيختك على الكبيره والصغيره يا تشوف لك حل اسف معاوني اسف خلاص قلنا قلنا اسف يا شباب قلنا اسف خلاص العلم وش يبون غاز قلنا اسف يبون غاز كرارة بس سعد ليه معاون كذا عز الله عرفت تختار عرف راح للديرة واختار خبر سايقينها اختار فورد 2006 خبلان اللي وصيتهم عز الله ان عرف يختار اليوم في محكمة بعد ايه انا بروح اتسبح يا شيخ تم ابكن شيخ تم تسبح ما دعت عندي نجيب المسبير وانا بروح انا بروح الريح ايش دخل الشيخ تعال انك بتسبح ادري استاذ انا جانا ريح تنيه مدري شنو انا قد شميتها من ريحه راسه وزغودك تبرق ليه داخل نفسك زيت خلاص عبد الله خلاص اللي نادي من وين الحين الزاوية ذي في السيب حقنا بالضبط ما ادري زيد جاء اصوات فيها الزاوية حق تدريج حماده تناديني قهوة وما في قهوة سوق ليه يا والله اكتشفون الغاز ما ودي يا اخي مشتهي حلان يا رجيله في خاطري اي والله انا بضيافه اي حلا خشخش يا انا لا انا 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 عرفت الحلا ليش عرفت التيك توك اللي بالكيك الاصفر لا انا الحلا القديم البسكوت ومطحون معفوس سوداني لا ويلي ولا اي تو الا حلا بيبسيه والله ملي قلت ابي قال انت تجي انا بطلب ابى ازين هنيه مشتهي وين ترتوي حلا بيبسيه عندنا ثلاجه ترتوي حلا بيبسيه يا رجال يا رجال لا لا انا يسموني الحلواني احمد ويسموني البيتزا هادي احمد ايوه طباخ بيتزا حراتي الحلواني حلواني يعرف حلويات عرب. احمد حلواني لا لا تدري ايش حقها تدري ايش حقها جيب الكيك الاصفر ذاك اللي انت الشهر الاصفر اللي هو خشخش يتنثر اللي اذا كانت منه يتنثر جيب زبده وحليب سعودي انا ذا هني واضبطها اقسم بالله ابكر يجي لا والله في خاطري يا حلقي دي اخر مره يوم جانا هني البقاله امتى تجي؟ باقي يوم الاحد انت الحين عد الاوت سايد من بعدين الاسبوع الجاي ما عاد تجي البقاله عد ايش؟ عد البرايم والاوت سايد بعدين قول البقاله البقاله تجي يوم الاحد اكل مشوارك انا اليوم كم فيك من مشوارك؟ 9 ولا 10 تسعه من مشوارك؟ لان لا 9 اكيد 9 لان واحد بياخذ الحصانه من العشره 4 لان قل العدد 4 ان شاء الله اني منهم ان شاء الله اكل مشوارك ذا الاسبوع انا يا ابو حمد اذا تسعد راح تشكر ما طوف ولا نقطة أنا ليه ما تشكر يا شيخ ليه ما تشكر يا شيخ شيخ نواجه جل بعمري أنا والله أنت تعبان يا شيخ شكلي شكلي أحد علي بالي أحمد ما يدري قطعها أنا أدعي على أخوي سلطان أصفقه أصفقه دم قريب إيش صار؟ مصحها شو مصح الله يمسح رقبة العيدي خل يقول في المسمع كذا ورني يا شيخ سلطان 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 خذها بيدك خذها بيدك يا شيخ ابشر بالاسطوانه ابشر بالاسطوانه سأقول للخوي ابشر بالاسطوانه اسمعوا صوت الاسطوانه وهي تدربة هذا من المعاون الله يسعدك هذول المعاونين اللي لك معاوني يا ولد اللي بخاطرك يجيك قبل تقوله ما يعرف العدوى عدوي ما شاء الله العظيم والمعاول قولوا ما شاء الله شكله طاح والله ما شاء الله العظيم ما عاد سمعت الدرب ما عاد وقف صوت الاسطوانه حر الله معذره يا رجال حيذا العين معذره يا رجال حيذا العين هذه غثه الشغل وهذه غثه الكشخه حيذا العين خمسين متسابقين حنا يا المعاونين والشيخ غثه الكشخه من ماخذها تعال 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 من ماخذها لا تكثر البربره من ماخذها انتم ما عندكم الا غرفتي ما عندكم الا غرفتي لا لا خالد لا يا ولد لا انت شو تنفخ على المعاون يا ولد ولد يا الربع قطرتي غرفتي لا احد يدخلها يعني الاسطوانه في غرفتك لا احد يدخلها الغرفه تشبر الاسطوانه اكبر حجم في المنتجع هذه صغيره الشماغ اللي عليك في غرفتي لا عاد تاخذ شيء من غرفتي والله ما حد جاء غرفتك يا نصاب يا نصاب يلا
انت قصدك الاسطوانه في غرفتك ليش؟ يا رجال لا تستهبل كب ولا كلب. لا يشغلك يا الله. اما اسطوانه في غرفتك معامله معامله كاب. استهبل هذا. شغل شغل. كفو شغال؟ ما شغال شغال. لا انت يا ابو تميم. هذه اسمها. طفى انا مطفي عشان اتاكد بس يلا روح. والله اهم شيء الغاز يجي الرجال كامل ولا. طف مره ثانيه اتاكد. لا انا مطفي لا كذا حلو استمر. بسم الله شغلي بادي. خلينا نسوي قهوه. الله يسوي بس. والله معين كلب فلاويه. يا ولد شد. هذا غطتك صح؟ هذا غطتك يلا. ترجعها الغرفة رح خذها رح يا بنت ترجعها الغرفة يا ورع تبغون كارك؟ لا قهوة ما ابغي كارك ها؟ قهوة شوفت كمان ما تبغون كارك؟ لا لا أنا أبغى قهوة أهم شيء خلاص القهوة الحين تصير من سويت من قهوة؟ دقيقة دقيقة لا لا دقيقة أحمد إعداد تبي من ذي؟ صح؟ أيوه هذي حلو اسمك طافي يا لا حد يبي شيء من الصيدلية هذه خولاني اللي يبيش اسمك طلع طافي حد يبي شيء من الصيدلية عمو منيف أوكي شوف احنا شغالين معك معاونين على اداره على كل حاجه موجودين مندوب معاون كل حاجه كل شيء من الابشر الشيخ حط يدك طال عمرك على شو يسمونه على يد على يد وقعد بلا ايوه شو يغير بزعل السامات انت انت في خدمتك يا انت تستهبل الدبان وانت ازعج منهم والله ايش تسوي تذكرت شوف شوف